ثم قال ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة مئة ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر وقد قام العامه في حفظ البلد القيام المرضي بحيث انهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد لانه كان اذا تقدم للقتال خسر هو واصحابه وكثر الجراح فيهم والقتل وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر البلد فترك القتال واخلد المطاوله وانقضت سنه 71 ودخلت سنه 72 وهو محاصر لها ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرم. فوقعت الاجابه اليه من الجانبين لان اهل حلب خافوا من طول الحصار فانهم ربما ضعفوا وصلاح الدين راى انه لا يقدر على الدنو من البلد. ولا على قتال من به فاجاب ايضا وتقررت القاعده في الصلح للجميع للملك الصالح ولسيف الدين صاحب الموصل ولصاحب الحصن ولصاحب ماردين وتحالفوا واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم عونا على الناكث الغادر فلما انفصل الأمر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب بعد أن عاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح فإنه أخرج إلى صلاح الدين لاحظ لماذا يقول أعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح فإنه أخرج إلى صلاح الدين هذا الملك الصالح أخرج إلى صلاح الدين أختا له صغيرة طفلة فأكرمها صلاح الدين وحمل لها شيئا كثيرا وقال لها ما تريدين؟ قالت اريد قلعة اعزاز وكانوا قد علموها ذلك فسلمها اليهم ورحل الى بلد الاسماعيلية. هذا في الكامل الجزء التاسع لابن الاثير في صفحة 419 فهل هذه الطفلة هي نفس المرأة او البنت التي ارسلها الزنكي الى صلاح الدين من الموصل؟ كما ذكرنا في المورد نكمل ما ذكره ابن الأثير في نفس المورد ولا زال الكلام في المورد التاسع عشر في حصار الموصل مرة ثانية يكمل ابن الأثير يقول ووافق ذلك هواه أي رد النساء وعدم الاستجابة لهن ووافق ذلك هواه فأعادهن خائبات واعتذر بأعذار غير مقبولة ولم يكن إرسالهن عن ضعف ووهن إنما أرسلهن طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن فلما عدنا راح إلى صلاح الدين إلى الموصل لاحظ أيضا فقط إشارة هنا لاحظ عندما تلاحظ نفس ابن الأثير في الكتابة ابن الأثير عندما يأتي الكلام عن الزنكي وال والأيوبي يجعل الزنكي يرفع الزنكي إلى مستوى الأئمة والأنبياء والآلهة مقابل الأيوبيين وعندما يأتي إلى الأيوبيين في مقابل الآخرين من الطوائف من المذاهب من القوميات من الأديان يرفع الأيوبيين إلى مستوى الأمة والأنبياء والآلهة في مقابل الآخرين لاحظ لاحظ هذا خلال ما مكتوب يقول فلما عدنا إذن يقول إنما أرسلهن طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن فلما عدنا رحل صلاح الدين إلى الموصل وهو كالمتيقن انه يملك البلد وكان الأمر بخلاف ذلك كان يجري بين العسكرين مناوشات وكنت إذ ذاك هذا ابن الاثير يحكي هو من الموصل كان في الموصل مع الزنكين يقول وكنت إذ ذاك بالموصل وبذل, وبذل العامة نفوسهم غيظا وحنقا لرده النساء فراى صلاح الدين ما لم يكن يحسبه فندم على رده النساء ندامه الكسعي. الان يكمل يقول: وحضر عند صلاح الدين انسان بغدادي اقام بالموصل ثم خرج الى صلاح الدين فاشار عليه بقطع دجله عن الموصل الى ناحيه نينوى. وقال ان دجله اذا نقلت عن الموصل عطش اهلها فملكناها بغير قتال فظن صلاح الدين ان قوله صدق فعزم على ذلك حتى علم انه لا يمكن قطعه بالكليه فان المده تطول والتعب يكثر ولا فائده وراءه وقبحه عنده اصحابه فاعرض عنه وقام بمكانه من أول ربيع الآخر من أول ربيع الآخر إلى أن قارب آخره ثم رحل عنها إلى ميا فارقين يعني إلى هذا المستوى يصبح عندنا قضية معلومة بأن صلاح الدين يسمع من الناس كل من يحكي له ويحاول أن يستجيب يحاول ان ياتي باستجابه ياتي بموافقه ياتي بما يصدق ما يقال له وتكرر علينا هذا الحال استجابه لي الكثير من الطلبات والاستشارات والاقوال